منتخب الإمارات للريش الطائرة للسيدات اليوم الحمد لله نمثل الدولة في المركز الثالث والرابع. الحمد لله الله وفقنا وصلنا النهائيات، مركز ثالث رابع كأول مشاركة للدولة، أتوقع أنها نتيجة جيدة وإن شاء الله نطمح للمراكز الأولى في مع التمرين ومع التدريب المتواصل، نطمح للمراكز الأولى في الفعاليات وفي البطولات القادمة إن شاء الله. أنا اسمي ناهر رمضان إسماعيل من جمهورية السودان وجاية مع الوفد السوداني مدربة، والبطولة جد طيبة ممتازة، استفدنا كثير من البطولة ومن المدربة اللي جات، ويعني شيء كثير منيح. بسم الله الرحمن الرحيم، أعرفكم بنفسي خديجة النشمي مدربة منتخب البحرين للسيدات، الأولى مدربة خليجية حاليا. شاركنا في هذه البطولة كانت على مستوى جدا مميز بالنسبة للاعبات، بالنسبة إلى التنفيذ، بالنسبة للبطولة عموما. تتفاوت مستويات فيها بين ممتاز إلى متدني، في لاعبات قديمات عندهم خبرة واسعة، في لاعبات حاليا توهم مبتدئين. فبالنسبة للمبتدئات كانت جدا مميزة، اتطوروا وأخذوا خطوات واسعة للأمام عشان حققون الهدف أن يكون لاعبات عربيات متقدمات. بالنسبة للي عندهم خبرة زادت خبرتهم أفضل فأفضل. التدريب كان جدا مميز بالنسبة للمدربة الكورية جيم، وأشكرها شكر جزيل وأشكر القائمين على البطولة أيضا. بالنسبة للتنفيذ البطولة كان ما توقعت كنت أفضل، بعد أتوقع المرات الجاية يكون أفضل فأفضل. طبعا هاي أول بطولة نشارك فيها بالنسبة لمنتخب البحرين حاليا، ونطمح أن تكون بطولات نفس الشيء وتوحدنا كلاعبات، توحدنا كنساء، توحدنا لغة اللعبة نفسها في على مستوى العالم، بعد مو بس مستوى الخليج على مستوى العالم. السلام عليكم، أنا اسمي بثينة راشد الخياط من منتخب الإمارات، وهاي أول مرة نشارك في بطولة بيس أند سبورتس، وأحس أن يعني هدف المباراة هي مثل من الاسم بيس ويعني السلام، وأتمنى يعني كل المشاركين في البطولة يعرفون ها هو الهدف ويحاولون يحققونه. أنا اللاعب لينا من زاهرة من المنتخب الأردني. بطولة كتير كانت جيدة ممتازة، فرصة إنه إحنا يعني نواجه بعض، نتعرف على بعض، لأنه إحنا أصلاً نعاني من قلة البطولات العربية، ففرصة إنه إحنا نكسب خبرة، نعمل بطولة. كتير مبسوطين إنه في فرق ما كانت تعرف إشي عن الريشة، ما كانت تعرف إشي يعني إيش قوانينها، إيش اللعبة، فزي فريق سعودية، فكنا كتير مبسوطين إنه صار عندهم فريق، وهذا دليل على إنه الريشة الطائرة عم تتطور. وبأشكر التلفزيون الأردني اللي مهتم دائما موجود في كل. أنا اللاعبة دانيا مزر الخليلي من منتخب الأردن، شاركنا بهاي البطولة اللي هي كأس السلام والرياضة. الحمد لله بطولة جيدة جدا، وتعرفنا على جميع اللاعبات في الدول اللي هو السعودية السودان، والحمد لله كان في تعاون جيد، وبالنسبة لي البطولة بيرفكت يعني، وصار في تعاون، ومثل السعودية أول مرة بتشارك، ويعني كتير في بشاركوا السودان والسعودية، فكانت البطولة كتير جيدة والحمد لله. يعني إحنا كمان ساعدنا بعض الفرق بخبرتنا اللي اكتسبناها، وبنفس الوقت إحنا كمان استفدنا من كوت جي ونشكرها كتير. يعني أنا ديما العارضة مدربة منتخب الوطني للريش الطائرة سيدات. مشاركتنا اليوم بدبي هي مشاركة جدا فعالة، لأول مرة عم بتصير بطولة عربية نسوية حصريا بدبي. مشاركة جدا مفيدة، خبرات آسيوية كانت موجودة استفدنا فيها كلاعبات، وكمدربة أكيد أخذت من خبرات المدربة جيل كورية. إن شاء الله نقدر ننقلها للأردن وحتى نساعد بتطوير ونشر اللعبة في البلد. بطولة الريش الطائرة كأس السلام والرياضة للريش الطائرة للسيدات دبي من 26 ل 30، البطولة شاركت فيها 8 دول، تميزت الفرق الأردنية، شارك الفريق الإماراتي شارك بفريقين، تميزوا اللاعبات الإماراتيات، وصلوا للمراكز الثالثة، رح يلعبوا هلأ على ثالث رابع، بنتمنى لهم التوفيق، أدوا مستوى متميز الفريق الإماراتي. بشكل عام البطولة كانت رائعة،
تميزوا فيها اللاعبات العربيات، في مستوى عالي نوعا ما للريش الطائرة في الدول العربية. بنتمنى أكيد كمان ينفتح المجال للاعبات الأصغر عمرا كمان يلعبوا البادمنتون لتكثيف الجهود للإخراج بطريقة ممتازة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مريم بالهول، موظفة بمجلس دبي الرياضي. في البداية أود أشكر كل من ساهم في هالبطولة اللي تقام أول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي تستضيف كأس بطولة كرة الريشة الطائرة للسيدات فقط. طبعاً ضمين 8 دول والإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. الهدف من هالبطولة أن نجمع هالفئات العمرية من مختلف الدول لبث السلام من خلال الرياضة. طبعاً هي بطولة فريدة، وأتمنى أن كل اللي ساهم فيها يكون مستمتع ونستفاد. أحب أشكر بعد الدول الشقيقة اللي زارتنا وشاركت في هالبطولة.